زحفت انا وطلعت من قفا الدبابه، قالوا لنا بدنا نحرر مدينه القنيطره. حجهزونا كتيبه كامله ومع اسلحتنا وذخيرتنا والعناصر كامله 650 عنصر. الساعه 5 الصبح اجت الاوامر انه نزحف على القنيطره. زحفنا وفتنا بحدود الساعة واحدة صار أن علينا هجوم معاكس من الدبابات الإسرائيلية وفتنا. أنا واثنين تانيات، كنت أنا بالنص وواحد على يميني وواحد على شمالي. دبابة جاية علينا ما في شيء، 4 أمتار يا 5 أمتار ما في مجال لا نضرب عليها ولا تضرب علينا. اجت ووقفت فوق مننا، وقت وقفت فوق مننا حسيت بجنب اليمين مثل غد الدبابيس يعني. فزيت بدي قوم من طرقة الخوذة بحدي، قلبت على قفاي ولا كنت أنا بين الجنزيرين على الأرض. هاللي على يميني مفعوص تحت الجنزير، ولا على يساري كمان مفعوص تحت الجنزير، الله يرحمهم اثنين شهداء. زحفت أنا وطلعت من قفا الدبابة. نحن كان عنا عاطينا معلومات انه خزان الوقود تبع الدبابه من القفا بتكون. طلعت انا من القفا الدبابه، ما كان معي مني ذخيره بنوب غير قنبله يدويه وحده هجوميه. سحبت مسمار الامام بسناني وضربتها فوق، زتيتها فوق خزان الوقود وهربت. بهربتي طلع واحد من قلب الدبابه ضربني قذيفه قنبله يدويه اجت ظهري، فتحت لي ظهري هيك تقريبا. راح وقتها شي 3 أو 4 سنتي من العظم تبع كتفي. وانسحبنا، ضليت امشي انا من القنيطره لخان ارنبه، زحف على ايدي اليسار ورجلي اليسار لوصلت لخان ارنبه. اجت سياره زين هي مساعد اول، حملني واخذني اسعاف على المستشفى المشتهي. انا انصبت بالساعه 1:30 الظهر، وصلت على المستشفى المشتهي بالساعه 11:30 بالليل. وضليت شي 3 أو 4 أشهر اتداوم، اكثر شيء تقريبا شي 1.5 سنة تقريبا اتداوم لحتى الحمد لله. وطالعوا لي بيطلع شي 25-30 شقفه قذيفه قذائف يعني شظايا من جسمي. الحمد لله الله هيك اعطانا عمر وبضلينا.